طيب شيخنا المبارك، أم أنس تسأل: ما الأفضل للصائم، الذكر أم الدعاء؟ كل العبادات، تلاوة القرآن والذكر والدعاء، يجمع الإنسان بين كل هذه العبادات. نعم. ويحرص على كثرة التلاوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدارسه، أو يدارس جبريل، يدارسه جبريل القرآن في رمضان في كل ليلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسل بالخير من الريح المرسلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن. فكان كما قال البخاري في صحيحه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه القرآن. فمدارسة القرآن والمجالسة والجلوس للقرآن وكثرة تلاوة القرآن من أعظم النوافل التي تعمل في هذا الشهر مع باقي الخيرات. فلا يقف الإنسان عند حد من الأعمال ويترك البقية، اجعل لك أو اجعلي لك من كل خير سهم، في كل خير صحيح سهم. صحيح، أحسنت. نعم. شيخ، نصيحة.